بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الدارسين بنظام التعليم عن بعد. مرحبا بكم في المحاضرة الرابعة والأخيرة لمقرر إدارة قنوات التوزيع. في هذه المحاضرة سنتناول موضوعين هامين. هذين الموضوعين هما قنوات التسويق الرقمي وقناة التسويق العالمي. وحقيقة تعتبر هذه المحاضرة من المحاضرات الهامة، حيث تتناول جانب قنوات التسويق الرقمي التي أصبحت أكثر اشتهارا، وأصبحت يعني التجارة ربما لا يخلو أبدا، يعني لا تخلو تجارة أو لا يخلو بزنس من استخدام مثل هذه القنوات. ولأهميتها يجب أن نوليها اهتماما كبيرا في التنبه وأيضا البحث والمراجعة والمطالعة، وأيضا محاولة الاستفادة من المراجع الموجودة. نبدأ بقنوات التسويق الرقمي. من خلال التعريف، يعرف التسويق الرقمي بأنه تحقيق أهداف التسويق من خلال استخدام التكنولوجيا والوسائط الرقمية. هذا تعريف سهل وميسر، فهو يعني يوضح الوسيلة التي نستخدمها في عملية التسويق. تحقيق أهداف التسويق من خلال استخدام التكنولوجيا والوسائط الرقمية. هناك تعريف أكثر شمولية في الكتاب، يقول هو استخدام تقنيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها، يعني وتطبيقات الوسائط الرقمية، في بناء علاقات مربحة مع العملاء وإدارة وتحقيق أهداف التسويق للمنظمة. فهنا ذكر بشكل تفصيلي ما هو أهداف التسويق، ما هي عملية أهداف التسويق. ونحن ذكرنا في المحاضرة الأولى أهداف التسويق بشكل عام، وقلنا أن التسويق الهدف الرئيسي هو بناء علاقة مربحة مع العميل، تكون هذه العلاقة طويلة الأجل ومستدامة. وعلى ذلك فإن عملية التسويق يعني تطورت تطورا كبيرا بناء على هذا الأمر، كما وضحنا في المحاضرة الأولى، من مجرد بيع المنتج إلى الوصول إلى العميل وتلبية احتياجاته، حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة، وهي عملية بناء العلاقة المستدامة وطويلة الأجل مع العميل، يعني ويكون أيضا هناك تحقيق قيمة سواء كانت للعميل أو للمنظمة. هناك خصائص لقنوات التسويق الرقمي. طيب، من الخصائص أولا التفاعلية. ماذا نقصد بالتفاعلية؟ في التسويق في يعني في التسويق التقليدي غالبا يتم التسويق من طرف واحد، أي أن اتجاه الرسالة تكون متجهة من المنظمة باتجاه العميل، فالعميل هو هنا متلقي، يتلقى المعلومات، يتلقى ربما الشرح أو الإعلانات، أو يتلقى أيضا يعني المعلومات التي يرسلها أو الرسالة التي ترسلها المنظمة إليه، فهو هنا متلقي. بينما في التسويق الرقمي الموضوع ربما يكون أكثر تفاعلية، فالعميل حقيقة هنا ليس مجرد متلقي، وإنما أيضا مشارك في عملية التسويق، لديه رأي، وهذا الرأي يكون في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. العميل يتفاعل، العميل يقيم، العميل ربما يبدي رأيه، ويعني وبالتالي فالموضوع كما قيل أن هناك عملية بالاتجاهين، ليس اتجاه واحد، وإنما هناك اتجاهين، من المنظمة إلى العميل ومن العميل إلى المنظمة، وبالتالي تحقيق أكبر فائدة، وحقيقة رسالة تكون واضحة بشكل قوي جدا. وأيضا هناك يعني كما سنعرف أن هناك عملية فيدباك أو تغذية راجعة تستفيد منها المنظمة في تحسين جودة الرسالة، تحسين جودة يعني قنوات التسويق، وبالتالي الحصول على أكبر فائدة وأكبر استفادة من غرض هذه القناة
التسويقيه. فاذا التفاعليه من اولى خصائص قنوات التسويق الرقميه. طبعا لدينا هنا تفاعل قد يكون كما يعني ما هو واضح في الشاشه، باك عفوا بزنس تو كاستمر، هذه بزنس تو كاستمر، اي ان المنظمه يعني تتفاعل مع الزبائن مباشرين، يعني الزبون المباشر، وهو عباره عن الاشخاص الذين يشترون المنتج او الخدمه. وايضا هناك تفاعل بين كاستمر تو كاستمر، هناك تفاعل يكون ايضا ليس فقط يعني في الوسائط الرقميه او في التسويق الرقمي، التفاعل لا يتم فقط بين بمعزل يعني ما بين العميل والمنظمه، وانما يكون هناك ايضا تفاعل بين العملاء، وبالتالي ربما يصبح العملاء ايضا يعني نوعا ما اذا يعني راوا ان هناك قيمه وفائده لهذه المنتجات او الخدمات، فانهم سيصبحون مروجين جيدين وسيحسنون صوره المنتج وصوره المنظمه مع بقيه العملاء. وبالتالي هنا تكون التفاعليه ايضا بين عميلين او اكثر، بين العملاء اللي هو كاستمر تو كاستمر. ايضا هناك البيزنس تو بيزنس، وهذه العلاقه هي او التفاعل ما بين منظمتين، في بعض المنتجات لا تكون موجهه للزبائن النهائيين، وانما يكون هناك بعض المنتجات تكون الهدف اللي هو المستخدم لها ليست افراد وانما شركات، فالشركه تنتج لشركه، مثل الموردين مثلا، الشركات المورده العملاء حقها هنا سيكونون هم عباره عن شركات وليسوا افراد، فبالتالي الشركه المورده تتعامل مع الشركه المصنعه، وهنا سيكون التفاعل بزنس تو بزنس، اي شركه الى شركه. اذا هناك هذه ثلاث انواع من التفاعلات التي تتم في خلال يعني من خلال وسائط التواصل الرقمي او التسويق الرقمي. ايضا الشخصيه او الفرديه، ماذا نعني بالشخصيه او الفرديه؟ ان هناك استهداف مباشر للعميل، يعني حينما انت يعني تسوق في التسويق التقليدي مثلا، يعني لو كان اعلان مثلا، تضع اعلان في مكان معين، فالاعلان هذا ليس لا يستهدف اشخاص معينين، وانما كل من يرى الاعلان يعني سيكون مستهدف، ليس هناك تخصيص. بينما في التسويق الرقمي يعني حينما سنتكلم عليه سنجد ان القدره على تخصيص لزبائن معينين او لعملاء معينين هناك قدره عاليه جدا، وقدره في اختيار نوعيه وصفات ويعني الافراد الذين تصل اليهم الرساله التسويقيه. ومن هنا سيكون من خصائص هذه القنوات التسويق الرقميه انها لديها القدره في استهداف عميل معين، سواء عن طريق الايميلات او الرسائل الموجهه. لذلك نحن يعني ربما نجد ان في الايميلات التي لدينا مثلا تصلنا رسائل بواسطه يعني اعلانات، هذه الاعلانات موجهه مباشره للاشخاص. ايضا من خلال البيانات التي نسجلها مثلا حينما نزور مواقع الكترونيه مثلا، تسجل انت بياناتك، تسجل مثلا ربما تسجل الاسم، تسجل العمر، النوع ذكر او انثى وهكذا، هذه البيانات تحفظ ثم يتم التعامل معها او يتم يعني استخدامها في عمليه ايصال رساله تسويقيه لفئه معينه من الناس. وبالتالي انت الان مثلا حينما مثلا تريد ان تعمل اعلان في على الفيسبوك مثلا، تستطيع في الفيسبوك ان تحدد تعمل الاعلان وتحدد إلى أين سيصل هذا الإعلان؟ هل سيصل سواء كان منطقة جغرافية أو فئة معينة، مثلا فئة الشباب، الأعمار، من كذا إلى كذا، مثلا الإناث، مثلا عندك يعني منتجات يعني في يعني مثلا مستحضرات تجميل، تريدها أن تصل إلى الإناث ولا تريدها أن تصل إلى الذكور، والإناث اللي هو بعمر مثلا عمر معين مثلا في العشرينيات أو في الثلاثينيات وهكذا. فهذه الرسالة أو هذا التخصيص سيكون فاعل بشكل قوي جدا في وسائل التسويق الرقمي، وتستطيع تحديد فعلا اشخاص بشكل دقيق جدا. ايضا هناك من خصائص التسويق الرقمي، من خصائص التكامل او الاندماج بين وسائل الاتصالات. هناك تكامل بشكل كبير جدا، يعني نحن نستخدم حقيقه عده وسائل، نستخدم الاجهزه الشخصيه، الكمبيوترات، نستخدم التليفونات، نستخدم ايضا وجود الانترنت وما نحتاج الانترنت من كما يعني الالياف الضوئيه والاقمار الصناعيه وغيرها، هذه كلها تتكامل، وسائل الاتصالات يعني متكامله بحيث تؤدي غرض واحد،
يعني وتستطيع ان تستخدمها بشكل كبير جدا في استراتيجيتك، في استراتيجيه التسويق لمنظمتك. ايضا التعريف، من خلال التعريف ماذا يقصد بالتعريف هنا؟ يقصد بالتعريف هنا معرفه يعني العميل، معرفه العميل بشكل دقيق، وذلك عن طريق وسائل التواصل او التطبيقات المحمول لدي في هذه الوسائل تخزن بيانات الشخص، تخزن بيانات العميل، وبالتالي سيتم التعرف عليه بشكل دقيق. وحينما تتعرف على عميلك، طبعا يعني تعتبر حقيقه ميزه التعرف على العملاء وبياناتهم الشخصيه او بعض البيانات التي ربما تستخدمها في التسويق، يعتبر من الاشياء الهامه جدا جدا التي تختصر وقت وجهد ومال كبير جدا جدا للمنظمه. فعبر التواصل الرقمي تستطيع بهذه الوسائل ان يعني تعرف عميلك بالضبط، من الذي اشترى مثلا؟ لديك مثلا خدمه او سلعه معينه، منتج معين تقدمه عبر هذه الوسائل، فحينما يشتري هذا الشخص انت تستطيع بعد ذلك ان تدرس خواص هؤلاء العملاء الذين اشتروا هذه الخدمه، او على الاقل حتى زاروا الموقع، زاروا ويعني فتشوا عن المنتج ولو لم يشتروا. ستعرف من الذي مثلا، من الذي غالبا يبحث على هذه السلع، من هم الاشخاص او العينه من الاشخاص من العملاء الذين مثلا يحبذون او يحبون التعرف على مثل هذه الخدمات، وهكذا. فمن خلال هذه الوسائل سيكون مساله التعرف ودراسه خصائص الافراد او العملاء سواء كانوا افرادا او شركات سيكون سهل جدا وميسور وفاعل. الأمر الآخر من الخصائص للتسويق الرقمي أيضا الاستقامة. ماذا أقصد بالاستقامة؟ أي يعني هناك بروتوكولات، هناك أيضا قوانين لحماية بيانات العملاء. أنت حينما يأتي عميل يعني تطلب منه أن يعبي بعض البيانات، وستذكر له طبعا انه هذه البيانات محميه، لا يستخدمها اي طرف ثالث، فان العميل ربما ايش يعني سيجد يعني الثقه بانه يشارك مثل هذه البيانات، ويعني يضع البيانات المطلوبه في الخانات ايضا المطلوبه. وبالتالي من ضمن خصائص هذه التسويق انه يحافظ على مثل هذه حمايه البيانات وعلى خصوصيه العملاء. ذكرنا في المحاضرات السابقة عناصر المزيج التسويقي، وقلنا أن هناك الأربعة عناصر الرئيسية ومعروفة باسم 4 بيز، وهذا البي يعني الحرف الأول للأربع الكلمات: برودكت، برايس، ليس، اند بروموشن. هذه العناصر تسمى عناصر المزيج التسويقي التقليدي، أي في المزيج التسويقي التقليدي الذي لا يستخدم قنوات التسويق الرقمي. فنجد هنا في التسويق الرقمي تم التحول إلى مزيج تسويقي خاص اسمه مزيج التسويق الرقمي، وهو 4 إيز، أي يعني 4 كلمات تبدأ بالحرف الإنجليزي إي. هذه كما هي واضحة هنا في الشاشة، experience التجربة. فالموضوع هنا لا ليس هنا في قنوات التسويق الرقمي، الموضوع لن يكون هناك مناولة للمنتج وخلاص راح، يعني سينتهي الموضوع بشراء العميل للمنتج، لا، في أمور يعني هناك تجربة، هذه التجربة سيستفيدها العميل وتستفيدها أيضا الشركة المنتجة أو المنظمة المنتجة من خلال هذا التعامل. هذه التجربة ليست فقط مجرد بيع منتج أو خدمة، وإنما عبارة عن مشاركة وتفاعل، تستفيد المنظمة من هذه التجربة، ويستفيد أيضا العميل، ويستفيد أيضا العملاء الآخرين الذين ربما لم يشتروا ولم يجربوا. فمن خلال تجارب الآخرين سيكون هناك فرصة لتسويق للشركة، لتسويق منتجاتها، ربما تعرض مثلا فيديوهات لناس اشتروا، ربما يعني في التعليقات، ربما في التقييم، عملية تقييم النجمات مثلا، وهكذا. فهذه التجربة يعني المزيج التسويقي ينتقل من مجرد إيصال
المنتج والخدمة إلى العميل إلى تكوين تجربة شاملة كاملة، يعني قائمة على عملية البيع، عملية استلام المنتج، ليس يعني إذا مجرد الاستلام. أيضا السعر، السعر هنا العملية ليست عملية يعني تحديد سعر معين، لا، الموضوع فيه أيضا السعر. يكون هناك أيضا العملية أصبحت عملية تزويد بالقيمة، يعني الآن حينما المنظمة تبيع منتج فهي لا تبيع منتج يعني فيزيائي، وإنما ربما القيمة التي يستفيدها العميل هي أكبر من مجرد القيمة الفيزيائية للمنتج أو للخدمة. وبالتالي السعر هنا عملية تبادلية، يعني سيقدر العميل قيمة أو سعر القيمة التي قدمت له هذه المنظمة، ويعمل لها عملية إيش؟ تقييم سعري، وبالتالي سيكون السعر عملية تبادلية، ليس مجرد وضع سعر. يعني تأتي الشركة أو المنظمة لتدرس الأسعار المنافسة والمنافسين وتحدد بعد ذلك سعر المنتج ثم تعرضه للبيع، لا، سيكون الموضوع أيضا فيه عملية إيش؟ عملية أيضا تبادل. سيكون هناك مثلا بروموشنز، سيكون هناك مثلا عبارة عن تقديم عروض معينة في فترات محددة، سيكون أيضا هناك أشياء كثيرة، مثلا يشتري منتج معين ويأخذ على منتج آخر. هناك عملية تبادلية ستتم بين المنظمة والعميل، بحيث يكون السعر هنا ليس مجرد سعر ثابت، وإنما هناك عملية تشاركية ما بين العميل من جهة والمنظمة من جهة أخرى. أيضا ينتقل المزيج التسويقي من مجرد المكان، تحديد المكان التوزيع أو أماكن التوزيع، إلى التسويق في كل مكان، every place. Every place يعني معنى إنه في أي مكان، العميل موجود في أي مكان. أيضا الشركة تستطيع أن تسوق في أي مكان، لم يحصر الآن غير محصور في منطقة جغرافية محددة، وهذا واضح بالأخير الآن في التسويق الرقمي، سواء كان مثلا في القنوات الفضائية مثلا، يعني تستطيع أن تصل إلى جمهور واسع كبير جدا في مختلف البلدان، أيضا عبر النت أو عبر الإنترنت والوسائل التواصل الاجتماعي، أيضا تصل إلى كل مكان. الترويج، بدل الترويج، عملية الترويج تتضمن عدة أشياء من ضمنها الإعلانات وغيرها، في محاولة لتحسين صورة أو التعريف بالمنتج أو التعريف بالعلامة، التعريف بالبراند. هنا سيكون الموضوع ليس فقط مجرد ترويج، وإنما سيكون الهدف هو التأثير، يعني خلق تأثير. نحن تكلمنا عن تعريف التسويق في السلايد السابق، أن التسويق عملية إيش؟ عملية كسب ولاء، كسب يعني علاقة طويلة الأجل مع العميل. وبالتالي سيكون هنا الموضوع ليس موضوع فقط عملية ترويج وتعريف بالعلامة التجارية وانتهى، لا، الموضوع هنا موضوع محاولة تأثير على عقلية العميل، على يعني أيضا مثل ما أقول يعني تصرفاته، على أسلوبه في عملية الشراء والتسويق. فالتأثير هنا المقصود في عملية الترويج، بدل ما تكون هناك عملية فقط تعريف، ستنتقل الموضوع إلى عملية محاولة التأثير وخلق يعني ولاء مستدام من العميل. إذن هنا عناصر المزيج التسويقي انتقلت من مجرد الفور بيز اللي كانت عناصر المزيج التسويقي التقليدي، إلى الفور ايز التي هي كما ذكرنا هنا المزيج التسويقي الرقمي في عملية التسويق الرقمية. ما هي فوائد التسويق الرقمي؟ طبعا للتسويق الرقمي فوائد كثيرة جدا، يعني نحن هنا نتكلم حول إمكانية الوصول إلى يعني أسواق لم تكن هناك يعني مقدرة أبدا للشركات، خصوصا الصغيرة. يعني تصور يعني شركة صغيرة يعني بدون هذه الوسائل التسويق الرقمي أين كانت ستصل؟ يعني ربما ستكون محصورة في منطقة جغرافية واحدة، في حارة، في مدينة، أو حتى في دولة. لكن الآن مع التسويق الرقمي تستطيع أن يعني وأنت موجود في بقعة معينة، مثلا في اليمن، في صنعاء مثلا، أو في السعودية، في الرياض، أو في أي مكان آخر، أن تصل بمنتجاتك إلى كل دول العالم، إلى يعني كل الأفراد الموجودين بمختلف اللغات حتى. يعني فالموضوع الآن أصبح حقيقة يعني من فوائد التسويق الرقمي تسهيل الوصول
يعني رسالة تسويقية إلى كل الأسواق العالمية. أيضا تقديم المنتج حسب رغبة العميل، هنا يحدث كما ذكرنا، يحدث الآن مثلا يعني العميل ما عاد يشتريش حاجة يعني يستوردها مثلا من دولة معينة، مثلا من الصين أو من أمريكا، وتأتي ثم يعني ربما يجدها مطابقة للمواصفات، ربما لا يجدها مطابقة للمواصفات. الآن أصبح بإمكان العميل أن يدخل إلى الموقع مثلا الإلكتروني للمنظمة أو للشركة، يختار المواصفات المعينة ويحصل على المنتج الذي يريده بدون أي يعني لبس أو غموض في المواصفات، بل يستطيع أن يراه أمامه، يستطيع أن يجربه ربما بأسلوب معين، أو إذا كانت المنتجات رقمية يستطيع أن يجربها مباشرة. فالموضوع إذا أصبح هناك سهولة جدا في تقديم المنتج بحسب الرغبة وحسب قناعة العميل. أيضا من فوائد التسويق الرقمي الحصول أيضا على معلومات مرتدة، بمعنى أن هناك تغذية راجعة لتطوير المنتج، يعني العميل يعني يستطيع أن يتفاعل بشكل مباشر. يعني أيضا تستطيع الشركة أو المنظمات أن يعني تصل إلى العميل بشكل مباشر وتأخذ منه يعني مدى تطابق المنتج أو الخدمة مع رغباته وميوله، وإذا كان هناك أي يعني مثلا فرص أو مقترحات للتطوير أو التغيير أيضا ستجدها بكل سهولة موجودة وميسرة عبر وسائل التسويق الرقمي. أيضا هناك يعني من فوائد التسويق الرقمي تخفيض التكاليف واستخدام السعر المرن، يعني معروف انه يعني من ضمن يعني ربما ذكرنا سابقا انه قنوات يعني قنوات التسويق ربما تكلف الشركه او المنظمه 30% من سعر المنتج، وبالتالي نجد هذه التكاليف ربما ايش تنخفض بشكل كبير جدا. طبعا انا اتكلم هنا على التسويق، والتسويق هنا ربما يعني مثلا الان اصبحت في كثير من المنتجات نستطيع ارسالها واستقبالها باسلوب رقمي، يعني ما عادش داعي انه نشتري شيء فيزيكس ونحتفظ به. يعني مثلا الان مثلا لو قلنا مثلا برامج الامان، هذه برامج اي برنامج على للكمبيوتر، مثلا برنامج تصميم، برنامج مثلا اداره مخزون، هذه البرامج سابقا كانت ترسل عبر شركات مثلا بواسطة قرص مرن أو فلاش أو غير ذلك، فيأتي المختص، والمختص يعني ضروري يكون موجود أمامك في نفس المكان لكي يعني يسهل عملية التحميل ويسهل عملية التشغيل ويدرب. الآن الموضوع هذا أصبح بشكل ميسر جدا عن طريق مباشرة بشكل إيش مباشر عبر النت، تحمل هذه البرامج والشرح وكل شيء يأتي عبر النت، وربما أيضا يتحكم صاحب الشركة أو المنظمة يتحكم بالأجهزة التي لديك ويحاول أن يعني يدلك على يرشدك في عملية الاستخدام وغيرها، ولو في مشاكل أيضا يحلها بشكل كبير جدا، وبالتالي ستنخفض بشكل كبير جدا التكاليف. أيضا استحداث أشكال وقنوات جديدة للتسويق، الآن معنا في يعني مثلا اللي هو تطبيقات الجوال، يعني تتسوق انت في يعني عن طريق الجوال مباشره، انت تشتري وتبيع يعني وتدفع وكل شيء عن طريق في وانت جالس في كرسي، يعني لا تحتاج الى هناك قنوات جديده حقيقه في التسويق، وهذا واضح. ايضا استخدام اساليب ترويج واتصالات سوقيه تفاعليه مع العملاء، ذكرنا الموضوع هذا كيف ان وسائل التسويق الان الرقميه أكثر تفاعلية ويتفاعل مع تتفاعل مع العميل بكل سهولة. أيضا دعم إدارة العلاقات مع العملاء، دعم إدارة العلاقات مع العملاء وتفعيلها، أيضا ليس العملاء فقط حقيقة هنا، أيضا مع الشركاء أو أعضاء قنوات التسويق. يعني أصبح بكل سهولة أنه عن طريق التسويق الرقمي أنه نتفاعل، يحدث التفاعل مع سواء العميل او مع بقيه الشركاء في القناه التسويقيه، بحيث انه هذه الاداره تكون اكثر فاعليه. اذا هناك اي احنا ذكرنا على اداره الصراعات في قنوات التسويق، هنا سيكون اداره الصراعات اكثر ايضا فاعليه، وستكون الصراعات الى يعني ستقل الى اقل مستوى.
ايضا هناك تحقيق ميزه تنافسيه وموقع استراتيجي في السوق. الان معروف يعني الشركات التي ليس لديها قدره في اداره العمليات الشراء والبيع والتسويق عبر النت او عبر بشكل عام عبر التسويق الرقمي، هذه ستصل الى مرحله الافول والانتهاء غالبا. اصبح الناس كلهم يتعاملوا مع التسويق الرقمي، وبالتالي اي شركه او منظمه تتخلف عن مثل هذه القنوات التسويقية ربما ستجد نفسها بعد كم سنة ليست موجودة، لن يعرفها أحد، يعني ستكون مجهولة الهوية، إلا إذا كان هناك بعض الشركات التي تنتج منتجات يعني ليس لها مثيل في الأسواق، فهذه الأمور تختلف. لكن بشكل عام كلما استخدمت الشركة أو المنظمة يعني قنوات تسويقية رقمية كلما يعني حصلت على ميزات تنافسية أعلى من بقية الشركات. التسويق الرقمي له تأثير على جوانب على قنوات التسويق بشكل بأشكال مختلفة حقيقة، يعني سنتطرق إليها بشكل مفصل. مثلا التأثير على تصميم قناة التسويق وهيكلها، هناك يعني احنا تكلمنا على هيكل سابقا على هيكل قنوات التسويق. التسويق الرقمي سوف يصمم يعني يؤثر على هذا التصميم. من اول الاشياء التي يعني سيؤثر فيها في الهيكل هو يعني الغاء وسطاء تقليديين وظهور وسطاء ايش؟ جدد. الغاء يعني اذا الغاء وسطاء تقليديين وظهور وسطاء جدد. ماذا نقصد بهذا الموضوع؟ يعني الان مثلا تجار الجمله ربما يعني يلغوا، يعني اصبح بكل سهوله المنظمه او الشركه تستطيع ان تصل الى العميل النهائي، وبالتالي سيتم الغاء طبقات معينه. احنا اخذنا مستويات الوسطاء، اخذنا مستويات، هناك عده مستويات، سيكون هناك التواصل، يعني سيكون هناك ايضا مستوى صفري، يعني المنظمه مباشره مع العميل، وبالتالي مستوى الوسطاء سيكون صفر، لا يوجد اي وسطاء. وربما ايضا يدخل وسطاء جدد، ربما يدخل وسطاء جدد ما يسمى بوسطاء المعرفه الرقميه. هؤلاء الوسطاء مثلا اللي هو يعني مثلا لنقل البرامج اللي هو في تطبيقات الجوال مثلا، هذه تطبيقات الجوال ربما يعتبر وسيط جديد. ايضا مثلا بعض الشركات التي شركات البيع في عبر النت، هذا ايضا وسيط جديد. فهناك يعني الغاء الوسطاء تقليديين وظهور وسطاء جدد، ولا شك أن هؤلاء الوسطاء سيكون تكلفتهم أقل وفاعليتهم أعلى. أيضا من ضمن الأشياء التي يعني سيؤثر فيها التسويق الرقمي هو ظهور قنوات تسويق رقمية جديدة. هناك قنوات رقمية تقليدية مثل التلفزيون، مثل مكان البيع الآلي، يعني مثلا البيع الماكينة يوجد فيها في بعض المكاين، يعني تستطيع ان تشتري منها المنتج مباشره عبر شاشات معينه. ايضا يعني هناك مثلا بعض القنوات متخصصه في التسويق، يعني تعرض فقط منتجات للجمهور، هذه تسمى قنوات تسويق رقميه ولكنها ايضا ايش؟ تقليديه. هناك حديثه قنوات تسويقيه جديده مثل مواقع التسويق عبر الانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات المحمول، هذه كلها من التطبيقات او من القنوات الجديده التي ظهرت مؤخرا، او حتى لو كانت ظاهره سابقا ولكنها انتشرت بشكل قوي جدا. ونحن نعرف انه مع الكورونا يعني ساهمت بشكل هذه الازمه حقيقه، ازمه كورونا ساهمت بشكل كبير جدا في انتشار مثل هذه الوسائط الرقمية أو القنوات الرقمية الحديثة. أيضا من جوانب تأثير التسويق الرقمي على هيكل قنوات التسويق، الاعتماد على مزيج متنوع ومتكامل من القنوات التسويقية الرقمية. نحن تكلمنا على أن الـ يعني هناك مزيج، هناك مثلا أجهزة، هناك أقمار صناعية، هناك تطبيقات محمول، هناك وسائل التواصل الاجتماعي، هناك المواقع في النت، هناك عدة يعني قنوات تندمج يعني مع بعضها البعض لتكون ايش؟ يعني رسالة تسويقية او استراتيجية موحدة لمنظمة واحدة او لمنتج ربما واحد لتوصيل لتحقيق اهداف معينة للمنظمة، وبالتالي يحدث التكامل
والتنوع، وهذه من ضمن الأشياء التي أثر فيها التسويق الرقمي بشكل كبير جدا على هيكل قنوات التسويق. من تأثيرات التسويق الرقمي أيضا على قطاع تجارة الجهاز، حقيقة هناك تأثير كبير جدا. يعني احنا تكلمنا على أنه من ضمن الأشياء التي يعني أثر فيها التسويق الرقمي أنه ألغى الوسطاء، ألغى الوسطاء، وبالتالي أصبح المستوى، احنا تكلمنا على المستويات من سابقا في محاضرات سابقة، تكلمنا على أنه مستويات الوسطاء، هناك المستوى الصفري والمستوى الأول والمستوى الثاني، وهو على عدد طبقات الوسطاء ما بين المنظمة المنتجة وما بين العميل النهائي. التسويق الرقمي ساعد في تقليص هذه الفجوة، ويعني أصبح تجارة التجزئة أكثر ازدهارا عبر التسويق الرقمي. وبالتالي فمن جوانب التأثير، أولا جذب العملاء، يعني قال هنا التفاعل مع عملاء لخلق تجارب تسويق مخصص وسلسلة تؤثر على سلوك الشراء. يعني أصبح يعني هناك إدارة لسلوك العميل، هناك معرفة للعميل، كما ذكرنا من فوائد التسويق الرقمي أنه معرفة العميل، وبالتالي هذه المعرفة وهذه كم البيانات والمعلومات التي الآن، يعني أصبح هناك شركات متخصصة فقط في بيانات العملاء، في الاستفادة وتبيع هذه البيانات أو تقدم استشارات للشركات. فعملية جذب العملاء تكون أعلى وأكبر في التسويق الرقمي، تستطيع أن تجذب العملاء، تستطيع أن توصل، لأنه إحنا ذكرنا يعني في الأخير التسويق هو عبارة عن إيصال رسالة معينة من المنظمة المنتجة إلى العميل. هذه الرسالة تتأثر بمستويات الوسطاء، فكلما زادت المستويات كلما تأثرت هذه الرسالة، وبالتالي ربما الرسالة التي تريد أن توصلها هذه المنظمة لهذا العميل ستتأثر بعدة أمور، من ضمنها أهداف الوسطاء، ربما يعني تكون هناك أهداف متضاربة ما بين المنتج وما بين الوسيط الذي الأصل أنه يوصل رسالة المنظمة للعميل كما هي، لكن الذي يحدث أن الوسطاء لهم أهداف معينة والمنظمة لها أهداف. فحينما يعني يحصل التسويق الرقمي، يحصل هناك التواصل المباشر مع العميل النهائي، وبالتالي سهولة التأثير على العميل. احنا ذكرنا عملية التأثير وذكرنا أن المزيج التسويقي الحديث اللي هو للقنوات التسويقية انتقل من مجرد البروموشن إلى إيش، إلى عملية التأثير على العميل، وبالتالي هنا ستستطيع المنظمة أن تجذب عملائها، ويعني تحافظ على العملاء السابقين وتجذب عملاء جدد. أيضا تمكين الموظفين من إرضاء المستهلكين، يعني لأن الموظف الآن سيصبح لديه القدرة على إيش؟ لديه بيانات أولا، لديه معرفة بالعميل، لديه اتصال مباشر مع العميل، وبالتالي سيستطيع يعني الإرضاء المستهلك بشكل قوي جدا وبشكل أعلى وبكفاءة عالية. أيضا تحسين العمليات، تحسين العمليات يعني بمعنى أن هناك العمليات لن تكون هناك التعقيد، يعني سيزول التعقيد، وسننتقل من إلى ستنتقل المؤسسة من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة رشيقة للبيع بالتجزئة، بمعنى أن هناك عمليات المعقدة ستزول، يعني سيصبح العميل الآن قصة يعني الشراء، يعني عمل الفاتورة، الدفع، كلها ستكون بشكل ميسر وسهل جدا، وستزول العمليات التعقيد في هذه العمليات، إصدار يعني ينتظر الفاتورة ثم يروح للمخازن ثم يعود، وبعد ذلك يعني يروح يعني أيضا للصندوق يدفع الفلوس، يعني هذه العمليات كلها تزول وتنتقل المؤسسة من المؤسسة التقليدية والإدارة التقليدية لعملية التسويق إلى ما تسمى بالإدارة الرشيقة. أيضا تحويل المنتجات للأفضل، بمعنى أن المنتج يعني يصبح منتج يعني أفضل بسبب التواصل المباشر والتفاعل المباشر مع العملاء، وأيضا معالجة التغذية الراجعة التي تتم من العميل وتحقيق طموحاته المباشرة. ظهرت هناك حقيقة يعني لمحاولة إرضاء العملاء، ظهرت عدة وسائل، من ضمنها مثلا اللي هو الواقع، التكنولوجيا الحديثة مثل الواقع المختلط والطباعة ثلاثية الأبعاد. الواقع المختلط يعني الآن مثلا حينما تريد الشركة أن يعني تعرض مثلا معنا مثلا لو في فندق مثلا في مصر مثلا،
يريد أن يروج للسياحة ويروج للغرف الفاخرة لديه لزبائن في أوروبا مثلا. فيستطيع الآن هذا الفندق عبر التكنولوجيا الحديثة مثلا اللي هو استخدام النظارات الثلاثية الأبعاد، أو يعني اللي هو الواقع المعزز اللي يسمى الواقع المعزز، يستطيع أن ينقل الزبون أو العميل كأنه موجود داخل أجنحة الفندق، وكأنه في داخل الغرفة، سيتفاعل مع المشهد بشكل قوي جدا، سينظر يعني سينظر يعني بشكل أكثر وضوحا إلى يعني إلى أثاث الفندق، إلى تنظيم الفندق وغيرها. فأيضا في استخدام مثل هذه التكنولوجيا تعمل يعني تساعد هذه المنظمات إلى تكوين أو تحويل منتجاتها إلى بشكل أفضل، وعرضها بشكل إيش؟ بشكل أفضل. من جانب التأثير أيضا للتسويق الرقمي هو تأثيره على أنشطة التسويق اللوجستي ومهامه وإدارة سلسلة الإمداد. يعني هناك كما يذكر هنا تأثير التسويق الرقمي على أساليب والطرق لنقل المنتجات للعملاء وتسليمها. الآن أصبح بكل سهولة هناك بعض المنتجات يعني كما ذكرنا سابقا لا تحتاج إلى النقل الفيزيائي. يعني أنا الآن يعني بدل ما يعني أحمل مثلا مكافح فيروسات، كان من قبل اروح للمحل واشتريه، اشتري اسطوانه او اشتري هذا واحمله في الفلاش، ثم اعود الى الكمبيوتر واحمله. بعض الاحيان احتاج الى ان انا اخذ الجهاز الى مختص اذا كان معرفتي في الامور هذه التقنيه ضعيفه. الموضوع هذا الان اصبح اكثر فعاليه من خلال انه تستطيع ان تحمل كل شيء، واذا لديك اي مشكله تعالج مباشره عن طريق الانترنت. يعني تفتح ويستطيع اللي هو خدمة الزبائن أو خدمة العملاء تستطيع أن تعالج مشاكلك بشكل مباشر دون يعني الانتقال من مكان إلى مكان وأنت في مكانك. فهذا يعني حقيقة أثر على عملية توصيل المنتجات. فهناك بناء على ذلك المنتجات الرقمية أصبح من السهولة توصيلها عبر يعني وسائل التوصيل الرقمية التي لا تحتاج لنقل فيزيائي. ايضا اسواق المحمول والاسواق الالكترونيه، يعني الان الزبون ما عاد يحتاجش انه يروح الى سوق معين ليرى ما هو المعروض. يعني مثلا سيقام مثلا معرض منتجات معينه. من الجميل الان انك قبل ما تروح عشان تحافظ على وقتك وعلى جهدك، مثلا مده المعرض مده 3 ايام، فبدل ان تروح في اليوم الاول عشان فقط تستكشف اجنحه المعرض، الآن أصبح من السهولة أنك تدخل إلى المعرض وأنت في مكانك في بيتك، وتحدد الأماكن التي تريد أن تذهب إليها والشركات أو الأجنحة التي تريد أن تزورها، وتحدد بالضبط يعني مسارك في هذا المعرض، وبالتالي يعني يكون هناك يعني استفادة وتقليص للتكلفة والوقت والجهد. هذا يعني من ناحية. الناحية الثانية انتشار استخدام التكنولوجيا في وظائف اللوجستيات، يعني حتى النقل الفيزيائي للمنتجات أصبح أكثر سهولة. يعني الآن أنت مثلا تشحن منتج معين مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أصبح من السهولة أي أولا على المنظمات أو على الشركات المنتجة والمصدرة أنها تتابع كفاءة التوصيل، فهي تستطيع أن تراقب المنتج عبر النت أو عبر الأجهزة الموجودة لديها، وانتقاله من مكان إلى مكان، من المخزن مثلا منها إلى مخزن معين، ثم من المخزن إلى مثلا إلى منطقة الشحن، ثم إلى عبر الطائرة إلى الدولة المراد التصدير إليها. ثم يعني هناك أصبح العملية الآن سهلة جدا وميسرة، تستطيع أن تتبع المنتج وأنت في مكانك، تستطيع أن تتبع المنتج الذي اشتريته أين هو الآن ومتى سيصل وكم باقي له من الوقت. هذه الأمور يعني حقيقة يعني أدت إلى فعالية غير عادية في عملية اللي هو توصيل المنتجات الفيزيائية، بغض النظر عن نحن تكلمنا في الموضوع الأول أو في النقطة الأولى حول المنتجات الرقمية التي تستطيع أن يعني تنقلها عبر الوسائل الرقمية.
اما هذه المنتجات الفيزيائيه ايضا يعني هناك التكنولوجيا سهلت الامور، فتبادل اول البيانات اصبحت يعني بشكل يعني سهل جدا. ايضا الروبوتات والتقنيات الار بي اي دي والعلامات سمارت تاج، هذه كلها سهلت تتبع الشحنات وسهلت ايضا عمليه الخزن. يعني تصور انت الان يعني تستطيع الشركات ان تخزن عدد مهول جدا في مخزن، والموضوع ما تحدث فيها اي لخبطه ولا اي يعني الامور تمشي بسهوله. وكما ذكرنا سابقا تنتقل الاداره من مجرد اداره تقليديه الى اداره رشيقه، تستطيع ان تجد المنتج بسهوله وتنقله الى الشلف المخصص له بسهوله، ثم تاخذه بسهوله وتعيده وتصدره بكل سهوله ويسر، معروف مكانه، معروف يعني. حتى الان ليس هذا فقط استخدام الروبوتات، يعني الان اذا في بعض المخازن يعني لا يستخدم البشر في عمليه نقل البضاعه، يعني خلاص تحدد ما هو المنتج الذي تريده. يعني هناك رقم بواسطه التقنيات سواء كان ار بي اي دي او سمارت تاج، سيصل الروبوت الى الشلف المخصص لهذا المنتج وياخذه ويسلمه، خصوصا في المنتجات الثقيله التي يستطيع البشر الى يعني تناولها. هنا يعني حقيقة ساهمت هذه التكنولوجيا وهذا التسويق الرقمي في عملية يعني في وظائف اللوجستيات التسويق ومهامه، بحيث أنها أصبحت أكثر فاعلية وأقل وقت وأقل جهد وأقل تكلفة. أيضا من تأثيرات التسويق الرقمي على الأسواق وعمليات التبادل، ماذا نعني بذلك؟ هناك أمور، ثلاث أمور رئيسية. بروز أسواق رقمية، يعني ديجيتال ماركتينج أصبح يعني في مواقع تطبيقات فيها يعني في شبكات الأجهزة سواء في المحمول أو في الإنترنت أيضا، يعني ظهرت أسواق كثيرة جدا رقمية، يعني تبيع المنتجات السلع، تبيع الخدمات، بل تبيع الأفكار، التصاميم، يعني أي شيء تريد أن تبيعه تبيعه، تبيع الكلام، انت يعني تقدم خدمتك. مثلا انا مترجم، تستطيع ان تدخل في السوق هذا وتبرز وتبيع هذه الخدمه وغيرها من الاشياء. فهناك اسواق كثيره جدا ظهرت مثلا يعني سواء كانت بالتطبيقات في التطبيقات او سابقه يعني الامازون او مثلا اي باي، يعني كثير من الاشياء، المواقع الالكترونيه او مواقع الانترنت او ايضا اللي هو ما يسمى تطبيقات المحمول. المنتجات الرقمية أيضا، في هناك أيضا برزت المنتجات الرقمية، يعني أصبحت ليس الموضوع فقط موضوع توصيل وغيرها، لا، أصبحت هناك منتجات يعني خدمات مصرفية رقمية، برامج أيضا، هذه تعتبر برامج وتطبيقات أيضا تعتبر يعني منتجات أو خدمات، كتب ومجلات. الآن يعني أنت الآن كم عدد الطلاب الذي يعتمدوا على الطلاب على الكتب الورقية الآن؟ يعني أصبح الاعتماد قليل جدا، أنا أصبح الموضوع الآن يستطيع بجهازه بيخزن مئات الكتب بل آلاف الكتب، ويستطيع أن يستعرضها ويستطيع أن يلخصها، وبالتالي أصبح التعامل مع مثل هذه الأشياء التي كانت في السابق فيزيائية أصبح التعامل معها بشكل أصبحت يعني انتقلت من الجانب الفيزيائي إلى منتجات كمنتجات رقمية. ويعني المجلات الآن كم يعني عدد المجلات التي الآن يعني تباع في الاكشاك او في المكتبات؟ الان اصبحت الاعداد قليله جدا، اصبح الاعتماد على المجلات الرقميه بشكل قوي جدا. الافلام والمسلسلات ايضا، يعني ربما كان من السابق يعني الافلام الاشرطه هذه ومحلات الاشرطه، يعني الافلام يعني منتشره في البحارات في المدن، الان الموضوع اصبح تطبيق او سوق معين تشتري منه او تقدم اشتراك معين وتنزل تحمل الافلام والمسلسلات اللي تريدها، وكذلك الالعاب وغيرها. الدورات التدريبيه يعني معانا ايضا يعني الكثير من المواقع اللي تقدم دورات تدريبيه، واصلا ليس فقط مجرد دورات بل برامج ماجستير وربما بكالوريوس وغيرها من يعني الجوانب التعليميه. في الجوانب التعليميه معانا مثلا يوديمي، معانا كورسيرا، معانا كثير جدا من الـ الشركات التي تقدم مثل هذه المنتجات. ايضا من التاثيرات على عمليه التبادل على الاسواق، تاثيرات التسويق الرقمي، تطور انظمه الدفاع الالكتروني وظهور واساليبه وظهور على ايضا العملات الرقميه. يعني كان الدفع هنا، مش الدفع الدفاع هنا الدفع، كان الدفع التقليدي سابقا يتم عبر
اذا كان في زيائي فيتم عبر وسيط، يعني المنظمه مثلا المنتجه في بلد والمستهلك في بلد اخر، فالكان الذي يعني يتوسط ما بين في عمليه الدفع هو البنك. فتطورت الان، اصبح الدفع الالكتروني، اصبح عملات رقميه الان ايضا، وبطاقات ايضا مصرفيه ايضا رقميه بكل سهوله، فقط تدخل رقم البطاقه ويتم العمليه. ايضا معنا ايضا المواقع اللي هو مواقع الدفع الالكتروني ايضا اصبحت منتشره ومشهوره وتتمتع بحمايه عاليه جدا ضد يعني ربما الاختراقات وغيرها. تأثير التسويق الرقمي على أداء أعضاء قناة التسويق ومهامهم وعلاقاتهم. احنا معانا الآن تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. يعني في الصورة واضح، هنا في الصورة موجودة هنا، هذه الواقع الافتراضي هو أن ينقل، ماذا نقصد بالواقع الافتراضي؟ أن ينقل، تستطيع الشركة أو المنظمة أن تنقل الزبون أو العميل إلى الواقع الافتراضي. يعني الآن أنت تنقل العميل من الواقع الحقيقي إلى الواقع الافتراضي يعني لتوصل مثلا قيمة منتج، أو يعني تجعل العميل كأنه يعيش واقعا غير الواقع الموجود فيه، واقع يعني يتفاعل مع منتجك وخدمتك، بحيث أنه يصل إلى قناعة بهذا المنتج أو الخدمة. الصورة توضح هنا استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد، هذه يعني أصبحت منتشرة يعني بشكل قوي جدا. الواقع المعزز هو يعني يختلف عن الواقع الافتراضي. هذه الصورة توضح يعني الواقع المعزز هو أنه لا تنقل العميل إلى الواقع، وإنما تنقل له جزء من الواقع الافتراضي إليه. يعني كما واضح هنا في الصورة، كما هو واضح في الصورة هنا، أشخاص يعني ربما يستعرض هنا مثلا ربما مدينة سكنية، يستطيع من خلال هذا الواقع المعزز أن يرى شوارع هذه المدينة السكنية، يرى الحدائق، يرى طبعا هذه صورة يعني خيالية ليست موجودة على أرض الواقع، وإنما بعمليات بهذه التقنية يستطيع أن تسقط هذه الشركة، أو هذه بعملية التسويق هذه تستطيع أن تسقط هذه الصورة إلى أمام هذا العميل، ليستطيع أن يعني يكتشف أكثر المنتج وفوائده ووظائفه المختلفة. يعني أيضا مثلا سيارة معينة تباع، شركة تبيع سيارات مثلا، تستطيع من خلال هذه التقنية أن تجعل الزبون يستطيع يعني تظهر صورة أولا السيارة، ثم يستطيع أن يدخل إلى داخل السيارة، يخرج مثلا المحرك، محرك السيارة، يشوف المحرك، يرى داخل السيارة ايش فيه بالضبط، كله عن طريق ايش؟ عن طريق فتح يعني نوافذ افتراضية، لكن يراها الزبون أمامه ويستطيع أن يكتشف بعد ذلك ما يوجد، ما هي ميزات هذا المنتج، وما هي مواصفاته، وما هي وظائفه المختلفة. تقنية الذكاء الاصطناعي، طبعا هذه الذكاء الاصطناعي أيضا يعني هو يستخدم نفس التقنيات، ولكن الشيء اللي هو المختلف أن هذه الأجهزة وهذه لديها قدرة على التعلم، يعني تجمع البيانات ثم تحللها ثم إيش؟ تتعامل معها. يعني مثلا لو أتينا إلى الشخص الذي يبحث مثلا، دائما يبحث عن مثلا موضوعات معينة، حينما يأتي يبحث سيعرض له الشريط بالكلمات أو الأشياء الذي كان يبحث عليها سابقا، لأنه يعني تعلمت هذه الآلة أن هذا الشخص يبحث عن هذه الكيوردز، هذه الكلمات المفتاحية مثلا، فتعرضها. وأيضا هذه الطباعة مثلا، الطباعة التي هي اللي مثلا في حينما تكتب رسالة في الواتساب وغيرها، فتظهر لك غالبا يعني الكلمات أنت لم تكتبها الآن، ولكن أيضا الآن موجود حتى في الإيميلات، إذا واحد لاحظ خصوصا مثلا في الجيميل وغيرها، حينما تبدأ تكتب كتابة يعطيك جملة كاملة ويخليك يعني خلاص تختصر، يعني بدل ما تكتب الجملة كلها أصبح بإمكانك أن تضغط بس تاب
والجمله تكتب بشكل اوتوماتيكي، وهذا طبعا نوع من انواع الذكاء الاصطناعي الذي يعني ساهم في عمل في هذا التطور، هذه القنوات. تقنيه ايضا انترنت الاشياء، تقنيه انترنت الاشياء اللي هو يعني معنى ذلك ان الاجهزه كلها التي تستخدمها مربوطه مرتبطه بشبكه انترنت واحده، وتستطيع اداره كل عملياتك عن طريق نظام موحد من اي مكان كان. يعني مثلا ستربط المخزون، الاجهزه الحاسوبيه المستخدمه في المخازن، مع الاجهزه التي تستخدم مثلا في الاتش ار، في اللي هو مشهور الموظفين، مع مثلا نقاط البيع. يعني تستطيع اذا نقاط البيع مثلا حينما يبيع ويضغط على الجهاز الباركود والحاجات هذه، يعني تربط الامور مع بعضها، فتستطيع تستخدم بعد ذلك الامور كلها كرجل اعمال او كصاحب شركه او من تلفونك، تستطيع ان تراقب الشركه وتديرها، لان كلها مرتبطه بشكل متكامل عبر النت. فاذا هذه هو يعني ما نقصد بها، قال هنا تعني ان كل الاجهزه والادوات قابله للاتصال بالانترنت، ويتم ادارتها والتحكم بها من خلال تطبيق على الموبايل وعن طريق الحاسوب. فهي كلها متصله بشكل كامل. حقيقة هذا الأمر سهل كثير جدا عملية الإدارة، وأصبحت الإدارة يعني أصبح اللي هو رجل الأعمال أو المدير يستطيع أن يدير شركاته، ومهما تعددت ومهما تباعدت المسافات، وهو في مكانه الذي هو فيه في بيته أو على كرسيه، يعني أصبحت الأمور مسهلة بشكل قوي جدا. من تأثير التسويق الرقمي على أداء أيضا أعضاء قناة التسويق ومهامهم، برامج إدارة علاقة العملاء وأعضاء قناة التسويق وتطبيقها. فهذه البرامج تهدف إلى بناء علاقات قوية وطويلة الأجل مع العملاء، هذا من جهة العملاء، وأيضا تسهيل الاتصال والتفاعل بين أعضاء قناة التسويق. حتى ذكرنا سابقا أنه من فوائد هذه القنوات أنها يعني تسهل التفاعل مع العميل وبناء علاقة طويلة، وأيضا إدارة والاتصال والتفاعل مع اللي هو الشركاء وأعضاء قناة التسويق، وبالتالي فإن الصراعات الموجودة ستقل إلى أدنى مستوى، ستقل إلى أدنى مستوى، ستكون هناك فاعلية في عملية التنسيق والتكامل والترابط، ستكون أيضا الرسالة التسويقية يعني أكثر وضوحا. عملية الإدارة، عملية إدارة هذه أو أعضاء هذه القناة ستكون إدارة فاعلة ورشيقة، سهلة الاتصال، سهلة يعني الفيدباك يكون على طول موجود وبكل سهولة. طبعا هناك يعني بعض البرامج مثلا اللي هي مختصة بهذا مثل هذه الأمور، البرنامج اللي هو إدارة علاقة العملاء الإلكترونية، وهو يختص باللي هو العلاقة ما بين علاقة الزبائن، علاقة العملاء، إدارة علاقة العملاء، ما يسمى سي ار ام، لكن هنا طبعا الكترونيك لانه نتحدث عن حول اللي هو التسويق الرقمي، وايضا اداره علاقات الشركاء بارتنر ريليشن شيب مانجمنت، كما ذكرنا انه الهدف هو تسهيل الاتصال والتفاعل بين اعضاء التسويق. هذا يعني نوعين من البرامج اللذين يستخدمان في هذه العمليه. سننتقل إلى موضوع جديد آخر، يتحدث حول مفهوم قنوات التسويق الرقمية وخصائصها. يشير مفهوم القنوات التسويق الرقمية إلى المزيج أو التنوع من الوسائط الرقمية التي تعمل بشكل متكامل، يعني هناك مزيج كبير يعني وتنوع يعني في القنوات في الوسائط الرقمية، لكنها كلها تعمل إيش بشكل متكامل. ما الهدف؟ لتسليم قيمة تجربة مفيدة للعميل والمساهمة في بناء علاقات مربحة وطويلة الأجل مع يعني مع العملاء وإدارتها. طبعا تكلمنا على موضوع أن التسويق هو في الأخير يهدف إلى إقامة علاقة طويلة الأجل مربحة، هذا الهدف النهائي للتسويق، بناء علاقة طويلة الأجل مستدامة، وهي ايضا في حد ذاتها مربحه
وتركز على من خلال تسليم قيمه وليس تسليم منتج او خدمه، وانما تسليم قيمه. واحنا هنا دخلنا موضوع التجربه، لانه احنا تكلمنا حول انه من المزيج التسويقي الرقمي، يعني من المنتج برودكت الى ايش؟ الى التجربه، الى التجربه اكسبيرينس. وبالتالي اصبحت هنا الموضوع ليس منتج تسليم منتج، وانما تسليم تجارب مفيده للعملاء. إذن هذا هو مفهوم قناة التسويق. من خصائص قنوات التسويق، لها خصائص متعددة، يعني أولا جميعها وسائط رقمية تعمل في بيئة الإنترنت. وسائط الرقمية تعمل في بيئة الإنترنت، في بيئة سحابية. من خلال هذه البيئة تستطيع كما ذكرنا أن تربط كل قنوات التسويق وتديرها بشكل فاعل. أيضا تعمل بشكل متناسق ومتكامل. في هناك تناسق، هناك تكامل، بحيث انها تؤدي وظيفه واحده، هدف واحد، مهمه واحده، يسهل يعني متابعتها ويسهل توجيهها ناحيه الهدف. ومن خصائصها ايضا بناء علاقات وتسليم قيمه بجانب تسليم المنتج، لانه احنا تكلمنا حول انه تسلم قيمه للعميل وتجربه، وكذلك تسلم منتج ايضا وخدمه، تكلمنا على الموضوع هذا. ايضا توفر للعميل الوصول من اي مكان في اي وقت. وهذا واضح، في اي مكان يستطيع ان يدخل النت، معك اهم حاجه نت، خلاص تدخل من اي مكان. ايضا الملائمه للعملاء في التوزيع، وذلك من خلال قربها من العميل وسهوله الوصول اليه. يعني العميل اصبح يعني يجلس امام جهازه، سواء جهاز الكمبيوتر او التلفون او غيرها من الوسائط، ويتعامل بشكل مباشر مع الشركه او القناه التسويق. يعني الموضوع أصبح ملائم للعميل في أي مكان، في أي ظرف، في أي وقت يريد. يعني أصبح من السهولة بشكل كبير جدا أن تصل إليه، يعني تصل إليه أكثر من وصول أي شخص إليه ربما، لأنه الآن الاستخدامات الهاتف أصبحت، يعني أصبح الهاتف لم يعني عند بعض الناس لم ليس الهاتف الآن من الكماليات، وإن أصبح من الضروريات. وبالتالي إذا كان كذلك، فمعنى ذلك أن البرامج وتطبيقات الجوال أصبحت يعني قريبة جدا من العميل، وأصبحت الوصول إليه سهل وميسر، ويعني لا يحتاج إلى تكاليف ولا إلى وقت ولا إلى بذل مجهود. يعني الموضوع أصبح ميسر، وهذا من خصائص قناة التسويق حقيقة الرقمية. هناك مزايا وهناك عيوب، يعني مثلها مثل أي شيء آخر، هناك فيها مزايا وفيها عيوب. يعني في الأخير الموضوع هو ترجيح، يعني ترجيح ما بين المزايا والعيوب. إذا يعني رجحت المزايا فنأخذ بها مثل هذه الاستراتيجيات أو مثل هذه يعني الأمور، وإذا رجحت العيوب فمعنى ذلك أننا لا نستخدمها إلا في إطار معين محدود جدا، في الضرورة، عند الضرورة. حينما ننظر إلى مزايا قنوات التسويق، أولا العالمية، يعني التسويق أصبح عالمي، ما عادش مرتبط بمكان ولا بدولة ولا بمنطقة، لا، أصبح هناك عالمية، يعني أصبحت كل الشركات عالمية. يعني ما أصبحش يعني هناك حكر خاص على شركات معينة، شركات عابرة القارات وشركات محلية، لا، أصبح بوجود التسويق الرقمي كل، أو يعني لنقل أغلب الشركات أو أغلب المنظمات أصبحت يعني عالمية، وأصبح التسويق عالمي من اي مكان في العالم، في اي دوله. الملائمه ايضا يعني يناسب جميع العملاء، ويناسب ايضا جميع المنظمات، سواء كانت الناشئه، الكبيره، الصغيره، كلها تستطيع ان تستخدم هذه القنوات وبكل سهوله ويسر. وحقيقه يعني كلما جاءت فتره وكلما كانت هذه الامور اكثر سهوله واكثر يسر. وايضا يعني دخول منافسين اصبحت يعني الامر ايضا حتى اقل تكلفه. ايضا الاتاحه، معنى ذلك يعني انت الان حينما يعني تعمل منتج معين، ويصبح هذا المنتج متاح في كل وقت ومتاح لكل الزبائن. يعني حتى لو انت ما تحتاجش يعني الدوام مثلا وغيرها، يعني انت الان تضع منتجك وعمليه البيع والشراء تتم في ليل او في نهار على مدار الساعه، في أي وقت، في أي مكان. هناك إتاحة لكل المتطلبات، للمنتجات، للعروض، للخدمات.
ايضا العملاء ايضا هناك متاح لهم التفاعل مع مثل هذه البرامج وهذه القنوات في اي وقت وفي اي مكان. فهناك اذا الاتاحه ايضا من المزايا. انخفاض التكاليف التسويق، وهذا امر يعني ربما يكون شديد الوضوح، يعني انخفاض بشكل كبير جدا في تكلفه الاعلانات. ولذلك الان لا يعني لم يعد هناك استخدام حقيقه كثير جدا للوسائل التقليدية في الترويج والإعلان والدعاية. لا، أصبح الموضوع الآن سهل جدا بمبالغ بسيطة جدا تصل إلى جمهور كبير. بل يعني نستطيع أن نقول كفاءة هذه عملية التسويق ساهمت في تخفيض التكاليف، لأن الآن أنا لو إذا أنا أوجه رسالة إلى صنف معين أو بيئة يعني نوع معين من الزبائن أو من العملاء، فهذا متاح بواسطة هذا التسويق الرقمي، وبالتالي قلت التكلفة إلى أكبر قدر. من العيوب الاتصال، يعني هناك ضعف في يعني عملية اللمس والتفاعل الحسي مع المنتج، يعني هناك فيه مشكلة. وبالتالي يعني ينصح مثلا في بعض المنتجات يعني الأصل أنه لا تشترى أو لا تعرض يعني عبر الوسائل التسويق الرقمية. توفير الخدمات اللوجستية لا يتم بسرعة وكفاءة في بعض الأحيان، يعني لأنه الزبون مش موجود أمامك الآن. يعني يأتي العميل يشتري المنتج يأخذه مع السلامة تروح، لا، الموضوع هذا يحتاج في يعني إلى توصيل مثلا، إلى يعني هو الآن صح عمليات الشراء والبيع والعرض والأمور هذه تمت بسهولة، لكن لن يأخذ المنتج الآن ربما، لأنه يحتاج مثلا توصيله عبر شركات توصيل إلى المكان اللي هو متواجد فيه. وبالتالي هناك مشكلة في عمليات الخدمات اللوجستية أيضا من هذا الناحية. عدم إمكانية رؤية المنتجات ولمسها قبل الشراء، تكلمنا هنا إذا يتعامل في العيوب هنا وعدم الاتصال بالمنتجات الفعلية من قبل أيضا يعني المعرفة العامة للمنتجات، وهنا أيضا اللمس والعملية رؤية المنتج وتجريبها بعضها، يعني يحتاج تجريب يعني مثلا ثياب أو جزمات مثلا أو غيرها من المنتجات التي تحتاج إلى عملية لمس وتجريب وغيرها. هنا يحدث من العيوب التي يعني لقنوات التسويق الرقمية أنها لا توفر مثل هذه الأشياء. أيضا من العيوب يعني يأتي الزبون ويشتري إذا المنتج معروض في مثلا في موقع معين، لا تستطيع أن تعرف دوافع الشراء، غير لما يأتي مثلا إلى العميل هذا إلى التاجر التجزئة ويعني يطلب منه بعض الاستشارات، فيحدث استشارة معينة يعني تاجر التجزئة يدل هذا العميل على البضاعة المطلوبة وهكذا. هنا لا، هنا يعني لا تعرف، أنت تعرف أن هناك رقم اشترى، فهناك يعني في، لكن حقيقة أصبحت الدوافع هذه الآن يعني من تجميع البيانات أصبحت هناك شركات تقدم، يعني أصبح العيب هذا يعني ربما يتم تجاوزه عن طريق تقديم دراسات من واستشارات من قبل شركات مختصة في تحليل دوافع العملاء والشرائية. هناك أنواع لقنوات التسويق الإلكترونية. لدينا أولا قنوات التسويق التقليدية، الإلكترونية التقليدية، واضح هنا في ال... طيب أولا قناة الكتالوجات، وهذه عبارة عن يعني يتم التسويق عبر إرسال كتالوجات معينة فيها تحتوي يعني مواصفات كاملة للمنتج. يستطيع يعني العميل أن يستعرض هذا الكتالوج ويعني يبحث عن يجد تعريف كامل بالمنتج ومواصفاته، يعني كل المعلومات المتعلقة. وبالتالي هذه تسمى قناة الكتالوجات. أيضا البيع الآلي، وهذه عن طريق بعض المشين أو الآلات، يعني توجد آلات معينة يعني تطرح فيها مثلا عملات معدنية وتخرج منها ماذا المنتج الذي تريده، وهذا أيضا من قنوات التسويق التقليدية. أيضا التسويق عبر قاعدة البيانات. قاعدة البيانات هناك حقيقة يعني كثير من
انواع قواعد البيانات، هناك قواعد بيانات للمنافسين، قواعد بيانات للعملاء، قواعد بيانات للمنتجات، قواعد بيانات كثيرة جدا، ولكن أهمها حقيقة هو قاعدة بيانات العملاء. هذه قاعدة بيانات العملاء تحوي كل شيء عن العملاء، عن يعني تواريخ الشراء، ما اللي يفضلون، الحاجة اللي اشتروها، المنتجات، يعني عدد العملاء وغيرها. وبالتالي تستطيع الشركة أو المنظمة استخدام مثل هذه البيانات في عملية توجيه رسالة تسويقية معينة لقطاع معين. أيضا من القنوات التسويق الإلكترونية التقليدية التسويق عبر التلفزيون. طبعا هناك كثير من القنوات التي تهتم بالتسويق يعني من خلال القنوات الفضائية. بعضها يعني بعض القنوات تعرض مباشرة، تعرض المنتج ثم تطلب من يريد أن يشتري في نفس اللحظة، أن يعني يكون مباشر، يعني البث مباشر، وبالتالي الذي يريد أن يشتري يعني يتصل مباشرة ويحدث تفاعل مباشر. وهذه تعتبر من أفضل، من يعني أقواها، من أقوى القنوات التوصيل في التسويق، لأنه البيع وعملية البيع تتم في نفس اللحظة في نفس الوقت. وهناك أيضا نفس الطريقة ولكن مسجل، وبالتالي هناك أرقام تظهر في الشاشة، ومن يريد عليه أن يتواصل سواء كان في نفس لحظة العرض أو في وقت لاحق. وهناك أيضا عملية اللي هو القنوات اللي هي التفاعلية التي تستخدم غالبا أيضا قنوات في النت، يعني ويستطيع يعني يتفاعل حتى العملاء عبر الرسائل الإلكترونية، ويعني يجد أن يعني يعني الكومنتس الذي يكتبه يعني يعرض في الشاشة. فهذه أيضا من أنواع القنوات التلفزيونية، وهذه كلها تعتبر يعني قنوات تسويق إلكترونية ولكنها تقليدية قديمة، بعضها قديم. القنوات التسويقية الإلكترونية الحديثة وهي أكثر انتشارا في يعني في السنوات الأخيرة حقيقة، ويعني يعود الفضل إلى مثل هذه القنوات في عملية يعني انتعاش يعني جوانب اللي هو التسويق الإلكتروني حقيقة، انتعاش كبير جدا في السنوات الأخيرة. هذه من هذه القنوات التسويق عبر مواقع الويب، يعني الشركة تصمم موقع خاص بها وتعرض يعني هناك يعني عرض كامل، يعني غالبا تهتم حقيقة الشركة هنا في عرض الاسم، تعريف بالعلامة التجارية، تعريف بالاسم التجاري، والعملاء هنا يتفاعلوا مع الاسم التجاري والعلامة التجارية، وهذا هو الهدف الرئيسي. ولكن قد يوجد ايضا هناك يعني صفحات في نفس الموقع او بعض المخصص مكان لعمليه عرض المنتجات والبيع. فهذا يعني يعتبر من قنوات التسويق، هو اللي هو مواقع الويب اللي هو الموقع الالكتروني للشركه او المنظمه، وايضا التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الان اصبحت يعني حقيقه يعني مشهوره جدا وفاعله بشكل كبير جدا. يعني نجد أن الفيسبوك مثلا الآن هناك سوق خاص بالفيسبوك، هناك بعض الشركات أو بعض المنتجين بشكل عام بغض النظر عن أنه شركة أو أفراد أيضا يستخدمون مثلا الواتساب ومجموعات الواتساب. يعني أصبح الانستغرام أيضا يعني عرض للمنتجات. هناك يعني قنوات التواصل الاجتماعي حقيقة أصبحت من أشهر وأسهل قنوات التسويق الإلكتروني الحديث. التسويق عبر البريد الإلكتروني أيضا مشهور جدا وفاعل، ويعني نجد أن احنا في هذه يعني نشعر يعني حقيقة بحجم أو كثافة الإعلانات في البريد الإلكتروني، وهذا يجعل البريد الإلكتروني هو يعني قناة من قنوات التسويق. يعني أصبحنا يعني هذه غالبا الخدمات هذه تقدم بشكل مجاني، ولكن حقيقة هي ليست مجانية بشكل مباشر، وإنما مجانية للعميل، لكن العميل هو مستهدف في مثل هذه القنوات بالعروض التسويقيه. يعني هناك يعني عروض تسويقيه، وانت اذا اراد العميل ان يلغي هذه الاعلانات او هذه العروض التسويقيه فعليه ان يدفع مقابل هذه الخدمه، ولذلك يعني انت تاخذ الخدمه مجانا، لكن هناك مقابل هذه الخدمه، وهي كانك كعميل ستتلقى عروض تسويقيه الشركات تقوم بها طبعا. وهذه أيضا من القنوات التسويق الحديثة المشهورة.
التسويق من خلال أجهزة المحمول. هناك تطبيقات كثيرة جدا في أجهزة الجوال، يعني أصبحت شهيرة ومنتشرة وبشكل كثيف جدا. أصبح الناس يتسوقوا حقيقة عبر باستخدام الهاتف، يعني استخدام الهاتف هنا يضغط مباشرة يشتري يستعرض المنتجات، والأمور يعني أصبحت ميسرة، وأصبحت يعني من أكثر القنوات اشتهارا أيضا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا حقيقة كما ذكرنا سابقا أزمة كورونا يعني ساعدت في انتشار وساعدت في فاعلية مثل هذه القنوات التسويق الحديثة. أصبح الناس حقيقة يعني اللي ما كانش ناوي أصبح يعني اضطرارا أن يستخدم هذه القنوات، وبالتالي حينما استخدمها عرف أن يعني مقدار الفائدة التي سيجنيها من خلال هذه القنوات، فأصبحت استراتيجية ثابتة لدى الشركات والمنظمات واستخدام مثل هذه القنوات التسويقية. يعني أصبح الآن المتخلف عن الشركة التي تتخلف عن هذه القنوات والتي لا تستخدم يعني تستثمر في مثل هذه القنوات أصبحت يعني ربما غير معروفة، إلا كما ذكرنا الشركات التي لديها منتجات يعني مميزة تتميز بها عن بقية الشركات وعن بقية المنافسين. في مثل هذه الحالة يعني ربما تستخدم القنوات التقليدية يعني غير القنوات الرقمية الإلكترونية الحديثة. طيب الآن سننتقل إلى حقيقة الموضوع الأخير، وهو يعني اللي هو قصير يعني نوعا ما، ولكن يعني هو يعتبر بعنوان قنوات التسويق العالمي. سنستعرض هنا مفهوم قنوات التسويق العالمي. هو عبارة عن مزيج متنوع من القنوات والوسائط سواء كانت تقليدية أو رقمية، تعمل بشكل متكامل لتسليم قيمة للعميل والمساهمة في بناء علاقات مربحة طويلة الأجل مع العملاء وإدارتها في السوق العالمي. هنا يعني تقريبا وجه الاختلاف هنا، يعني لأنه احنا تكلمنا على التسويق بشكل عام، لكن هنا ما دام دخل الجانب العالمي فمعنى ذلك أن إدارتها في السوق العالمية وليس يعني ليس محليا، يعني ليس في دولة واحدة، وإنما إدارة عالمية يعني عابرة للحدود غير مرتبطة بدولة محددة. من خصائص قنوات التسويق العالمية، أولا نطاق السوق. نطاق السوق معروف يعني أصبح عالمي، هناك عدة دول، ولذلك لا يسمى عالمي إلا إذا كان يتضمن عدة دول. فهناك شركات لديها القدرة وممتدة في عدة دول، وبالتالي هي شركات عالمية وليست محلية، يعني لديها فروع في مختلف الدول. وحقيقة هناك الشركات الكبيرة، شركات السيارات مثلا، شركات الـ يعني بعض شركات الـ الـ يعني الـ مثلا التجزئة مثل الـ مثلا كي اف سي، ماكدونالدز وغيرها من الشركات التي يعني أصبحت شركات عالمية ويعني متواجدة في كثير من الدول أو في عدة دول. بيئات الأعمال والتسويق أيضا فيها تنوع وفيها يعني معقدة بشكل كبير جدا، لأنه تتعامل الآن لا تتعامل مع بيئة محددة. يعني أنت الآن حينما تدرس بيئة تسويقية معينة ستدرس حقيقة البيئة الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، يعني ستدرس سلوك العملاء وغيرها من الأشياء كثيرة جدا، كثير من العوامل التي تؤثر في استراتيجية التسويق. الآن حينما تنتقل إلى التسويق العالمي فإنك ستتعامل مع بيئات مختلفة متنوعة، وستكون الأمور أكثر تعقيدا، وبالتالي ربما تحتاج إلى دراسة أكثر عمقا وأكثر تخصصا ربما في من الـ يعني التسويق العادي اللي هو المحلي في بيئة واحدة. أيضا العلاقات المتقربة باختيار قنوات التسويق العالمي وتصميمها وإدارتها طبعا قرارات أكثر تعقيدا ذكرنا، لأنه ما دام البيئة معقدة القرارات أيضا ستصبح أكثر تعقيدا، وتحتاج ما دام القرارات ستصبح ليست سهلة وليست متيسرة، يعني ستحتاج إلى منهجية في اتخاذ القرارات، ستحتاج إلى يعني أدوات أكثر يعني تنظيما، أكثر عمقا، ربما تحتاج إلى استشارات، ربما تحتاج إلى بيانات وتحليلات معينة، وبالتالي هنا تعقيد نوعا ما في اتخاذ القرار.
ايضا اداره العلاقات بين الشركه العالميه واعضاء التسويق في السوق العالميه ايضا ستكون بنفس الطريقه. هناك يعني قنوات كثيره جدا ستتعامل مع يعني مع يعني انت الان حينما تتعامل مع اعضاء قناه التسويق كمنظمه، لا شك انك ستراعي قوارب القوانين، والقوانين مختلفه من دوله الى اخرى. ربما هناك دوله تدعم اتجاه معين، الدوله الاخرى لا تدعم هذا الاتجاه، وبالتالي يجب عليك ان تتعامل مع مثل هذه التعقيدات ومثل هذه وتدير يعني علاقات اكثر تعقيدا واكثر تنوعا. ايضا طبيعه قنوات التسويق العالمي ومهامها وهدفها متنوعه ومتعدده واكثر تعقيدا كما ذكرنا. هذه كلها يعني اذا تتلخص في الخصائص قنوات التسويق العالميه في التنوع، في التعقيد، في التعدد. ايضا استراتيجيات قنوات التسويق العالمي، استراتيجيات محدده، معنا تقريبا 3 استراتيجيات هنا. في استراتيجيات مباشره، يعني هذه الاستراتيجيات تقريبا احنا ذكرناها سابقا، ولكن المختلف هنا نطاق الدراسه او نطاق التسويق انه انتقل الى الجانب العالمي. فالاستراتيجيه المباشره باعتماد الشركه على نفسها في تسويق منتجاتها من خلال قنوات تسويقيه تابعه للشركه، تمتلكها الشركه بنسبه 100%. وفي هذه الحاله تكون يعني الشركه مسؤوليه مباشره على كل هذه القنوات. وطبعا تعتمد على عده امور، من ضمنها حجم مبيعات الشركه. اذا كانت مبيعات قليله فيعني ربما لا تحتاج الى اعضاء جدد، ستحتاج الى اداره مبيعاتها بنفسها. ايضا خصائص المنتج، اذا كان المنتج من المنتجات الغاليه الثمن او المعقده التي تحتاج الى تفاعل كبير مع العميل والزبون، فانها في مثل هذه الحاله ستحتاج الشركه الى التسويق المباشر، بحيث انها تصل الى العميل يعني تستجيب ل يعني لاهتماماته، لرغباته، لتساؤلاته، وايضا توضح خصائص المنتج بشكل ادق وبشكل اكثر يعني تخصصا. ايضا نطاق الاعمال، اذا كانت الاعمال يعني نطاقها ضيق او كبير، او يعني اذا كانت المنتجات كثيره او قليله. الميزه التنافسيه ايضا تلعب في عمليه ايش؟ في استخدام الاستراتيجيه المباشره او عدم استخدامها. هذه كلها تلعب دور كبير جدا في اختيار المنظمه للاستراتيجيه التي تريدها. بعد ذلك الاستراتيجيه غير المباشره، تكلمنا حول انه اعتماد وكلاء او اعتماد عباره عن وسطاء ما بين المنظمه والعميل النهائي. هناك عده وسطاء، وبالتالي احنا تكلمنا على مستويات الوسطاء، تكلمنا على المستوى 0، المستوى الاول، المستوى الثاني. فهذه تعتمد المستوى 0 حينما لا يكون هناك اي وسيط ما بين المنظمه والعميل، وهذا تعتبر استراتيجيه مباشره. لكن اذا دخل الوسطاء فمعنى ذلك الان ستحدد هل كم هي الـ كم عدد الليفلز، كم عدد المستويات من الوسطاء التي يجب ان تسلك هذه الشركه او هذه المنظمه. هل هو مستوى واحد، مستويين، 3 مستويات وغيرها. فهنا يجب ان تحدد بالضبط، يعني هناك تحديد استراتيجيه غير مباشره، ولكن ايضا يجب ان تضبط هذه المنظمه وهذه الشركه عدد المستويات اللي تريدها. هل تريد مثلا ان تتعامل مع تجار تجزئه فقط في مثلا الدول الاخرى، وهذه مثلا تتعامل معها في كثير من الشركات، يعني مثلا يعني تتعامل مباشره مع تجار التجزئه، او ستتعامل فقط مع تجار الجمله، او يعني ستعتمد على وكلاء، والوكلاء يعني يعتمد يعني يكون هناك تجار جمله ايضا ثم تجار تجزئه، وبالتالي هناك 3 طبقات او 3 مستويات من الوسطاء ما بين المنظمه المنتجه او المنتج وما بين المستهلك النهائي. إذن الاستراتيجية الغير مباشرة معنى ذلك اعتماد الشركة أو المنظمة على وسطاء محليين أو أجانب لتوزيع المنتجات. طيب الاستراتيجية المتنوعة أو الشاملة لقنوات التسويق العالمي هو يعني أن الشركة أو المنظمة تعتمد على قنوات متعددة وتفتح يعني قنوات، سواء كانت مباشرة، يعني ربما مثلا يعني نقول مثلا إذا استخدمت في التسويق الرقمي مثلا
التعامل المباشر مع العميل. هنا تكون استراتيجية مباشرة ولكن استخدمت قنوات رقمية، فالعميل يستطيع أن يدخل إلى الموقع أو يعني يتعامل منظمة مباشرة مع العميل، تعرض المنتج، تقنع العميل، العميل يتفاعل مع هذه المنتجات، مع هذه الرسالة التسويقية بشكل مباشر، لا يوجد هناك وسيط في الجانب الرقمي في القنوات الرقمية التي ذكرناها في الدرس السابق. لكن ربما أيضا بجانب هذه الاستراتيجية المباشرة تعتمد الشركة لسبب ما على وسطاء لتوصيل المنتجات إلى الدول الأخرى، كوجود وكلاء، وجود يعني مثلا تجار جملة، تجار تجزئة، وهكذا وغيرها من يعني من إذن من القنوات. هنا يحدث تنوع في الاستراتيجيات، أو ربما نستطيع أن نقول تنوع وشمول، أيضا تشمل قنوات تسويق مباشرة وغير مباشرة. أنواع قنوات التسويق العالمي: قنوات التسويق المباشرة للأسواق العالمية، وقنوات التسويق المباشرة التقليدية، والمباشرة الرقمية. قنوات التسويق المباشرة للأسواق العالمية معنى ذلك أنه الشركة يعني منفتحة مباشرة على العالم، تبيع منتجاتها بشكل مباشر للسوق بدون أي يعني مثلا يعني أبل مثلا، أو يعني الشركات الكبيرة في مجال الهواتف النقالة تتعامل مباشرة مع الأسواق العالمية وتصل إلى منتجاتها إلى مباشرة إلى العملاء. ففي هناك قنوات مباشرة للأسواق العالمية مباشرة، فهي تبيع مباشرة للسوق العالمي للدول المختلفة في نفس الوقت. أيضا قنوات التسويق المباشرة التقليدية، احنا تكلمنا على الجوانب التقليدية اللي هي تجار مثلا التجزئة، تجار الجملة، الوكلاء، التوصيل المباشر اللي هو عبر يعني فتح محلات، أو يعني سواء تتبع الشركة أو تكون مملوكة لوسطاء آخرين. وقنوات التسويق المباشر الرقمية ذكرناها الآن يعني أو في الدرس السابق، اللي هو ربما تبيع الشركة عبر مثلا موقعها بشكل مباشر للعملاء، أو يعني يحدث تفاعل معين في تطبيق، ربما يكون لهذه الشركة تطبيق معين في الهاتف النقال، وتتعامل بشكل مباشر مع الـ العملاء، أو يتم التسويق عبر التلفزيون مثلا بشكل مباشر أيضا، ويتصل العميل ليشتري أو ليفاوض، يحدث مفاوضة معينة مع المنتج، وهكذا. قنوات التسويق الغير مباشرة في السوق العالمي وتتضمن وسطاء. لدينا احنا نوعين من الوسطاء: وسطاء محليون، والمقصود بالوسطاء المحليون هم المتواجدون في نفس الدولة الشركة المنتجة، ووسطاء أجانب هم المتواجدون في خارج الدولة التي فيها المنتج. فمن ضمن اللي هو يعني أقسام الوسطاء المحليون: أولا سماسرة التصدير، هؤلاء سماسرة التصدير يعني دول تعتمد عليهم الشركة حينما تكون هناك التصدير يعني نوعا ما نادر أو قليل، لا يوجد تصدير بشكل كثيف جدا، ولكن فالتعامل مع السمسار هذا لفترة محددة يتقاضى نسبة معينة، ويكون هذا السمسار هو الذي يعني يتوسط ما بين ربما الشركة المتواجدة في دولة معينة والمنتج في هذه الدولة، ويعني تتم يدفع له نسبته وينتهي العملية، تنتهي العملية بانتهاء بيع المنتج. وكلاء التصدير، هنا العملية تكون أكثر انتظاما من السماسرة، يعني السمسار هو كما ذكرنا ليس منتظم، الوكيل سيكون أكثر انتظاما، يعني يقوم بدور السمسار ولكنه بشكل منتظم، ويوجد ربما يوجد عقود ما بين الوسيط وكيل التصدير وما بين الشركة أو المنظمة المنتجة. شركة إدارة التصدير، هذه شركات تدير عملية التسويق للشركات، الشركة في بعض الأحيان ليس لديها قدرات على تسويق منتجاتها، أو لا يعني الدولة التي تريد أن تسوق فيها المنتجات ربما تكون مجهولة نوعا ما، فتعتمد على شركة لتدير عمليات التسويق بشكل كامل. يعني ستصبح الشركة هذه كأنها قسم التسويق في الشركة، ولكن ليست ضمن قوام هيكل الشركة المنتجة.
وإنما عبارة عن شركة خارجية تتولى مهام التسويق، تتولى مهام التسويق والتصدير. فهي تصدر، لديها قدرة على معرفة السوق التي ستصدر إليه، وبالتالي تتحمل المنتجات، وربما تشتري أيضا المنتجات وتصدرها، وبالتالي تتحمل تكاليف المنتج أيضا. هناك شركات أيضا تسمى شركات تجارة الصادرات، هذه شركة تجارة الصادرات تقوم بنفس، يعني ليس فقط بمجرد تسويق، وإنما يعني تعطي للشركة كل المعلومات المتعلقة بالتوسع الخارجي. يعني ربما تعطي الشركة المنتجة البيانات حول طبيعة السوق، حجم السوق، المنافسين، تعطي للشركة آراء واستشارات حول كيفية طريقة إيصال المنتجات، وأيضا تخزن لديها، عندها قابلية تخزين المنتجات في سواء في الدولة المنتجة أو في أثناء التصدير، وتقوم بعملية التصدير أيضا. شركة التصدير التعاوني هذه ربما يكون هناك يعني التعاون بين، يعني تكون شركة يعني تجمع أكثر من منتجات، والشركات المنتجة يعني تتعاون في مثل هذه، يعني تعطي منتجاتها لمثل هذه الشركة التي هي تعتبر كأنها شركة مجمعة لمثل للمنتجات بشكل عام بشكل كامل. وكلاء الشركات الحكومية أيضا، الشركات الحكومية في بعض الأحيان تقدم تسهيلات وتقدم خدمات، سواء كانت للمصدرين اللي يريد أن يصدر، أو تكون الحكومة اللي في الدولة المستوردة هي اللي تقدم البيانات وتقدم تسهيلات للشركة المصدرة، وبالتالي يتم التعامل مباشرة عن طريق من الشركة المصدرة أو المنتجة عبر الوكلاء الحكوميين هؤلاء في الدول الأخرى لتصدير منتجات معينة وفق طلب الدولة التي ترغب هذه الشركة في التوسع فيها. الوسطاء الأجانب لدينا أيضا بنفس الطريقة، هناك وكيل المنتج بالعمولة، يعني في الأخير هو يعني يبيع ويعني يجمع ما بين المنتج والمشتري ويأخذ عمولة مقابل ذلك، وهناك وكيل البيع، وهو يعني وكيل أيضا. هذه يعني تقريبا هذا 3 أنواع من الوكالة، هذه يعني الثلاثة، سواء كان وكيل منتج بالعمولة أو وكيل بيع أو وكيل مفوض، هذه يعني أنواع الثلاثة يسمى الوكيل بشكل عام. يعني ربما في يعني وكيل فقط دوره لا يتحمل تكاليف منتج، في هناك وكيل البيع اللي يتحمل المنتج ويشتري المنتج ويتحمل تكاليفها، والمفوض الذي أيضا إيش يعني ربما يكون مسؤول على جوانب اللي هو التفاوض مع جهات الشراء والمستهلك النهائي. السماسرة الخارجيون أيضا، هناك سماسرة، كما هناك سماسرة التصدير هناك سماسرة أيضا، لكنهم يعني ربما يكونوا في الدول من الدول الأخرى. تجار التجزئة الأجانب والمستوردون أيضا، هؤلاء كلهم يعني تعتبر من الوسطاء الأجانب اللي تتعامل معهم الشركة أو المنظمة المنتجة، والتي عن طريقهم تستطيع أن توصل منتجاتها إلى الدول الأخرى، وبالتالي تستخدم هنا الشركة والمنظمة أسلوب أو استراتيجية التسويق الغير مباشر عبر هؤلاء الوسطاء. طيب، لدينا سؤال هنا، هو احنا تكلمنا هنا في هذا السلايد حول شركات إدارة التصدير وشركات تجارة الصادرات. السؤال الذي يقول هنا، ما الفرق بين شركات إدارة التصدير وشركة تجارة الصادرات؟ طبعا ربما يستخدم المصطلحين في بعض الأحيان، يعني تكون هي نفس الشركات، ولكن هناك فرق، أن شركات إدارة التصدير تتولى فقط عملية التسويق، تتولى عملية التسويق، يعني كأنها قسم التسويق خارجي للشركة المنتجة، بينما شركات تجارة الصادرات تتولى كل العمليات التي متعلقة، يعني تعطي الشركة المنتجة معلومات حول السوق، حول العملاء، تعطيه بيانات،
تعمل دراسات، مسؤولة أيضا هذه الشركات المسؤولة عن المخزون. يعني الشركة يعني تقدم كل الخدمات اللوجستية وخدمات التسويق وغيرها للشركة المنتجة، بينما شركة إدارة التصدير فقط تقوم بدور اللي هو التسويق فقط لا غير. هذا تقريبا يعني ربما يعني الفارق الأبرز ما بين شركة إدارة التصدير وشركة تجارة الصادرات. طيب، ما هي العوامل المؤثرة في اختيار قنوات التسويق العالمي؟ هناك عدة عوامل في اختيار القنوات، هتكلم عن قنوات التسويق المباشرة وغير المباشرة والمختلطة أو المشتركة. أولا، من العوامل صعوبة توحيد المقاييس واختلاف النظم المتعلقة بالتوزيع من دولتين إلى أخرى، وبالتالي ربما تلقى الشركة لاستخدام قناة في دولة وقناة أخرى أو استراتيجية أخرى في دولة أخرى. هذا الآن الموضوع متعلق بالنظم والقوانين. أيضا اختلاف قنوات التسويق داخل بلد، كل بلد ربما لا في بعض البلدان لا تتوفر أو غير مشتهر فيها يعني قنوات معينة في التسويق، وبالتالي سيعتمد على كل بلد. يعني هل يعني مثلا وجود اللي هو البنية التحتية مثلا لعملية قنوات التسويق هل متوفرة في بلد وقد تكون غير متوفرة في بلد آخر؟ يعني ربما القطارات مثلا متوفرة في بعض البلدان، ربما هذه البلاد مثلا محاطة ببحر، وبالتالي عملية اللي هو التوزيع ستكون عن طريق مثلا السفن أو الطائرات، وبالتالي في صعوبة استخدام الشاحنات التي تكلمنا عنها سابقا أنها تمثل يعني نسبة كبيرة جدا في عملية التوزيع. اختلاف أنظمة النقل وتجارة التجزئة أيضا وطرق تخزين المنتجات وحفظها من دولة إلى أخرى. تأثير تصميم هيكل قناة التسويق في اي دوله بدرجه التطور الاقتصادي للدوله، التطور الاقتصادي ايضا يلعب دور، والعمليه الدعم ايضا دعم الدوله لاتجاه معين. يعني مثلا هناك دول تدعم الجانب اللي هو الانتقال الى اللي هو الجانب الرقمي واستخدام العملات الرقميه واستخدام يعني اللي هو التسويق الرقمي، وبالتالي الاتجاه الدوله يعني هنا مهم جدا ان تراعي المنظمه اتجاه الدوله ودرجة أيضا تطورها في الاقتصادي وفي جوانب مختلفة. أيضا قرار الشركة من عوامل مثيرة قرار الشركة في الاعتماد على الوسطاء، ونحن تكلمنا في السلايد السابق أن الاعتماد على الوسطاء يعتمد على عدة أمور، على مثلا المنتج نفسه مواصفاته، يعتمد أيضا على قدرة الشركة، يعتمد على حجم البيع، حجم المبيعات أيضا ربما يؤثر بشكل كبير جدا على قرارات الشركه في عمليه اختيار قناه التسويق. ايضا مراجعه بعض المشاكل المتعلقه بقنوات التسويق في السوق العالميه، ربما ايضا اختيار قناه التسويق يعني يتم بناء على خبرات سابقه، فربما تم اختبار بعض القنوات التي مثلا لا تصلح، فبالتالي هناك عمليه تعديل او يعني ملائمه لهذه العملية. أيضا مراجعة بعض المشاكل المتعلقة بقنوات التسويق في السوق العالمية ذكرناها الآن، رغبة الشركة العالمية في السيطرة والرقابة والتحكم في عملية التسويق. يعني كلما أرادت الشركة تتحكم كلما استخدمت يعني التسويق المباشر، وإذا أرادت أن تقلل من عملية التحكم، وإذا ستعتمد ربما على وسطاء، والوسطاء أيضا ستختار مستويات الوسطاء، هل هو مستوى واحد أو اثنين أو ثلاثة وغير ذلك. يعني هنا تكلم في الأخير ربما في آخر محاضرة هنا يعني تكلم حول الضوابط الشرعية والأخلاقية لقناة التسويق العالمية، ويعني ربما الأمور إن شاء الله موجودة في الكتاب بشكل واضح، و يعني هناك فقط تأكيد على موضوع، لأنه خصوصا في الجوانب الرقمية هناك تأكيد على موضوع في عمليات التسويق جانب الأمانة. يعني يحدث كثيرا جدا انه العميل يحصل على منتج غير المنتج الذي ربما يعني كان يتخيله، هناك ايضا مبالغه ربما في عرض المنتجات بحيث انها تعطي صوره معينه غير حقيقيه لمواصفات او ل يعني وظائف حقيقيه للمنتج، وبالتالي يحدث هنا عمليه الغش في عرض المنتجات. هذه الامور كلها الاسلام منعها
وحرم الغرر والغش ايضا، حرم الكذب وحث على الصدق. هذه الامور كلها ربما يعني تتكرر، وهذا ذكرناها في محاضرات سابقه، وموجوده ان شاء الله في الكتب يمكن الرجوع اليها. شكرا لحسن استماعكم، ونصل بذلك الى نهايه المحاضره هذه، وايضا نصل الى نهايه ربما المقرر، بحيث ان هذه المحاضره تعتبر اخر محاضره. واذا وجد اي استفسار او تواصل او سؤال عن طريق ان شاء الله المنتديات والسؤال في القنوات الرسميه للجامعه. وشكرا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.